السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. راح ناخذ التمارين القواعد اللي درسناها قبل شوي. طيب عندنا هنا work with partner، يعني كن مع اشتغل مع زميلك و ask and answer، اسأل وجاوب ب this و that أو these و those. طيب what is this للحاجة القريبة، مثل ما قلنا this تستخدم this، it's a pencil إنها جماد لغير العاقل فيستخدم it's a pencil. okay what are those لأنها عدة مفاتيح ليس مفتاحا واحدا، تقريبا هنا أربع مفاتيح فاستخدمنا جمع للجمع those، وإنه بعيد يعني فاستخدمنا those، وإذا كان قريب كان استخدمنا these. What are these؟ يعني إذا كانت المفاتيح هذه قريبة من يده فنقول له these، وإذا هالحين البعيدة فقلنا those. أوكي بنفس الطريقة هنا this استخدمناها لأنها قريبة منه، وإذا كانت بعيدة عنه كانت هنا فكان قلنا that. أوكي ف they are keys، هنا they are keys، keys عشان الجمع. أوكي طيب what are those؟ okay what are those؟ إيش هذه؟ إيش هذه؟ they are paintings، they are paintings جمع هذه اللوح، يعني لوح الرسم يعني. okay what's this ما هذا؟ حاجة قريبة من يدك يعني. it's a sculpture، it's a sculpture التمثال. طيب عندنا طيارة بعيدة وحاجة واحدة مفردة، what's that؟ what's that؟ وعندنا كلمة air، airplane، airplane معنى الطيارة باللغة الإنجليزية، ولازم نضيف حرف الآن، حرف العلة قبل حرف الـ لأنها بدأت الحرف الكلمة بدأت بحرف الـ A. okay what's that it's an airplane، it's an airplane. طيب what are these، what are these جمع الأشياء قريبة منك مرة، they are cameras، they are cameras. طيب what's that هاد حاجة بعيدة مفردة، it's a bicycle، it's a bicycle. عندك هنا headphone، headphone what are these لأنها سماعتين، these are headphones مع أنها يعني صح أنها سماعة الرأس لكن عندها سماعتين فلذا what are these. okay طيب عندك هنا start to draw an object، ابدأ ارسم اي حاجة، ويعني خلى زميلك يخمن الرسمة اللي انت رسمتها فيكون نوع من الرياضة او التمرين او اللعبة مع زميلك يعني، وتسأله في نفس الوقت يكون حوار بينك وبينه. what's this it's a bike، no it's not a bike، it's an orange، yes that's right. يعني يقول what's this ايش هذا، يقول لك هذه دراجة، no it's not لا انها ليست دراجة، it's an orange انها برتقالة، yes that's right هذا صح. طيب هنا في تطابق بين صورة وبين الكلمات اللي متواجدة في الصندوق في تمرين C، فهنا pay here ادفع هنا، don't take photographs لا تأخذ الصورة، don't use cell phone لا تستعمل الهاتف، don't touch لا تلمس، فنقارنها مع الصورة، الصورة الأولى هي رقم B don't take photographs يعني لا تأخذ صور، ورقم C هي don't use cell phone لا تستعمل الهاتف الخلوي، وهنا رقم D don't touch لا تلمس، ورقم A pay here ادفع هنا. طيب about you يسألك أنت عن نفسك، يعني إذا حد سألك what's in your backpack يعني إيش موجودة في حقيبتك الظهرية يعني أوكي أو في حقيبتك المدرسية الباب، فأكيد عندك books و notebooks وعندك pen و pencil و calculator. طيب what's on your desk إيش اللي موجود أمامك في الديسك، يعني فكل واحد الآن يقعد يدرس لغة الإنجليزية فكل واحد عنده كتاب إنجليزي فتقولون my English book. أوكي طيب عندكم هنا pronunciation في اللغة الإنجليزية، هنا عندكم حرف th تنطق ذ بعض الأحيان وتنطق ث بعض الأحيان. طيب عندنا هنا متى تنطق ذ، إذا جاء بعدها e أو a تنطق ذ، إذا جاء بعدها e أو a يعني زي هنا three نطق ذ. أوكي think ذي ث، إذا لم يأتي بعدها E و A فتنطق ث، يعني هنا ما جاء E ولا A فنطقت ث. طيب هنا جت عندك A فإيش نطقت هنا، math أوكي هنا نطقت math. طيب
عندنا هنا conversation. conversation عندنا هنا شيء بسيط جدا, المحادثة. فنرى في هذه المحادثة what's that, إيش هذا؟ it's a dinosaur, it's a trinosaurus rex, يعني نوع من الديناصورات هذه. واو wow, it's an enormous, إنه ضخم جدا أو عملاق. it's a 65 million years, يعني تقريبا يعني عمره حوالي 65 مليون سنة. وعندك هنا what are these rocks, actually they are not rocks Mike, they are fossil, إنها ليست الأحجار يا مايك, إنها الحفريات. fossil معناتها الحفريات. look at this fish, انظر إلى هذه السمكة. طيب عندك هنا هيكل عظمي. الهيكل العظمي هذا لشخص اسمه جيري, and this is the skeleton of a man. Yes, his name is Jerry. اسمه جيري. He's about 3 million years old. يعني عمره تقريبا حوالي 3 مليون سنة. طيب, what's this? ما هذا؟ طيب, it's a dinosaur egg. أم إنه هل هو بيضة الديناصور؟ أم هي أم إنها نيازك؟ أم إنها diamond؟ إنها أوكي؟ من الشهب والنيازك. أوكي؟ معناتها mid-deer. أوكي؟ هنا راح نفهم فهمكم about the conversation. تسأل بيس أو نعم. the skeleton of the dinosaur is small. لا أكيد الهيكل العظمي للديناصور ليس صغيرا, كان كبيرا جدا. فتكتب هنا no. the rocks are really fossils. yes, إنها كانت حفريات, هي الأحجار. the skeleton's name is Mike. لا, كان اسمه جيري. the skeleton of the man is 3 million years old. نعم, كان حوالي 3 مليون سنة. طيب, your turn. الآن هو دورك. replay the conversation with the partner. take your partner around and the museum. try to use different items. يعني هذا الحوار بينك وبين صديقك في المتحف علشان تتحدثون بدي ما تحدثوا في النص. طيب, عندنا هنا reading. القراءة. before القراءة يعني قبل القراءة. what kind of things do you see in museum. ما الأشياء التي رأيتها في المتحف. أكيد رأيت الرسوم, هي ال paintings and old things, والأشياء القديمة زي ما قبل في الدرس رأيناها. طيب, عندك museum of science, عندك المتحف العلوم. طب إيش اللي موجود في متحف العلوم؟ راح نشوف إيش عندهم. the museum has lot of things from the world of science and technology. عندهم أشياء كثيرة من العلوم والتكنولوجيا في المتحف العلوم. see over 800 exhibits and over 2000 interactive units. يعني تقريبا حوالي 800 معرض وحوالي 2000 قسم يعني شغال عندهم في المتحف الميوزيوم اوف ساينس. طيب, عندك هنا walk through a 6 meter model of a human. هذا عبارة عن نموذج القلب الإنسان الذي مشى حوالي 6 أمتار. طيب, هنا أيضا 6 متر. يعني see the first spacecraft to go around the moon. هذه أول سفينة الفضاء التي راحت على القمر. طيب, هنا go inside a German submarine from World War II 1944. هذه غواصة ألمانية تقريبا من الحرب العالمية الثانية عام 1944. طيب, special attraction, ما هو يعني الشيء المغري أو المثير للزوار؟ يعني now open ليناردو ديفنشي exhibit, المعرض ليناردو ديفنشي اللي معروضاته أو صوره. discover the inventions, استكشف invention of the famous painter, a man truly before his time. يعني راح تكتشفون في المعرض ليناردو ديفنشي المعروض حاليا, فيكون مثلا يكون عنده اللوح والرسومات الشهيرة, وأيضا many يعني ابتكارات التي قد ابتكرها ليناردو ديفنشي مع بصيرته مع الوقت يعني. طيب, أوميني ماكس 3D ثياتر. أيضا هناك يوجد تقريبا زي الثياتر السينما في غريس في يونان. see the film
and take a journey back in a time to the birthplace of Western civilization. يعني راح تاخذ لك رحلة في ال Western civilization, الحياة الغربية, متى كانت أوقاتهم ومتى كانت رحلتهم, وهذا الذي ستجد في Museum of Science في غريس. يعني طيب after reading, بعد القراءة, complete this, بعد القراءة هنا the museum had things from the world of, في المتحف توجد أشياء من العالم science and technology, من العلوم والتكنولوجيا. The 6 meter model is of a, يعني إيش هو 6 meter عندنا, هو القلب, human heart. Okay, the invention are by, the الابتكارات أو الاكتشافات كانت من ليناردو ديفنشي. The film is about, الفيلم about عن عن الإغريقيين في وحياتهم. Okay, في هذا المعرض. The film is about Greece يعني. Okay, طيب هنا discussion, ناقش. Are there museum in your town? هل يوجد لديك متحف في بلدك أو في مدينتك؟ فإذا كانت نعم فتقول yes there are, yes there are. وهنا what's the most famous museum in your country, what is it؟ مثلا the national museum, يعني national museum, المتحف الوطني. You can find things about the history, culture and art of Saudi Arabia, يعني تستطيع أن ترى تاريخ السعودي وثقافتهم وهكذا. يعني what's your favorite museum, what section, يعني أي, ما هو يعني متحفك المفضل, وما هو القسم المفضل لك. يعني فالقسم المفضل هو يعني اللي تحبه, اللي يحب العلوم. أنا أحب العلوم, I like science museum, والديناصورات أحب أتعلم عنها. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.